اللي صار اتصلوا معنا الساعة 2 في الليل، كل الحارس فيه نار مولعة في المنشار. طلعنا نشوف المنشار، اطلع شو شايف هان، وفي هناك وفي ماكينة هناك. بس واحنا طالعين التقينا في سيارة المستوطنين باب المنشار. دورنا، واحد من اخوتي لحق السيارة، ظلينا نحل حكينا لعند مخبز النجوم هناك، وهو مسرع المستوطن اخر مطب مسرع كثير. طارت السيارة فيه في الهواء وخبطت في الحيط، واجت لف وقفي هناك. في كان شباب، لما الشوفير نزل من السيارة مسكوه، وفي معه كمان 2 انهزموا، تحفظوا عليه مع بين اجوا الجيش واخذوا سلموه للجيش. تم حرق خزائن الكهرباء زي ما انتم شايفين هان، في امانات، في كمبيوترات، في أسلاك كهرباء، نحاس وخميلة ثقيلة، صراحة مبالغ كبيرة، يعني مش أقل من 400,000 شيكل. طبعا الجيش يعني إذا بدهم يأخذوا في الأسباب، هم في الآخر إحنا سلمناهم المستوطن اللي كان في محتوى المنشار، طيب ومعاه 30 كزازة بنزين أقل تعديل إذا مش أكثر، والشرطة الإسرائيلية أخذتهم منه على أي أساس؟ ومستوطن في نص الليل شو بيعمل باب مصلحتي انا هان؟ اول مره بتصير علي عندي هاي في المصلحه زي هاي، يعني مصلحه بعيده عن الشارع الرئيسي، ولا بيقربها لا مستوطن ولا عربي ولا اي حدا، يعني ما له شغل، يعني حتى المستوطن يجي هان.